السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عاصم الثبيتي من قناة عاصم كوكو. طبعا اليوم محتوى غير، كل يوم ننزل مقاطع فيديو عن ببجي او الفورتنايت او العاب اهم شيء. اليوم محتوى غير عن كيف تسوي حلا سفليه، اسمه حلا سفليه. طبعا مكونات بسكوت اوريو 5 قطع ودريم ويب وعلبة قشطة وعلبة حليب، واخليكم مع المقطع. يكفي حق 5 حبات. وطبعا بعد ما حطينا بسكوت في الخلاط نحط بعده المكون الثاني الحليب. المكون الثاني حليب وطبعا كاسة كاملة، ونبدأ نحط المكون الثالث القشطة. طبعا قشطة تقدر تسوي بيها حلا. بس خلاص والمكون الرابع دريم ويب. بعد البسكوت والحليب والقشطة تحطوا دريم ويب، وبعد كذا تقفلوا الخلاط وتبدأوا تخلطوا المكونات. طبعا انا مسوي لكم محترف هنا واني اعرف الخلاط، لكن شوفوا. وبعد ما انطفى اجي تخلط من جديد. خلصنا خلط والان جاء وقت توزيع الخلط على الصحون. 2 3 4 5. وهنا نبدأ نعبي الصحون الى النص. وطبعا المكونات هذه اللي خلطتها 5 بسكوت اوريو ما تكفي الا 6 او 7 صحون بس. وتحطوا الصحون كلها داخل الصينية عشان لا تطيح عليكم الصحون داخل الفرن. تحطوا هذا شيء هنا مدري الصحن الصينية عشان لما تيجوا تحطوا السفليه في الفرن، السفليه لا يطيح في الفرن ويسبب لكم زحمة ومواعين زيادة يا حريم. وبس والله. لايك سبسكرايب بس. وطبعا بعد ما تحط السفليه في الفرن يحتاج الى 5 او 7 دقائق عشان يصير جاهز للاكل. وطبعا اذا تبغون اسوي لكم فقره طبخ او كيف تسوي حالك الليمون في الكومنت، وشكرا.